السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سادس. احنا اخذنا الصلصة اللي فاتت مربع العدد والشبر التربيعي. اليوم العكس هناخد الشبر المربع مكعب العدد والشبر التكعيبي. معنى كلمة قلنا مربع العدد اني انا كل اثنين بطلع بواحد، لكن اليوم ان شاء الله مكعب معناته بالشكل هذا. دليله بده يكون هيك، هذا الدليل لازم ينكتب عليه دليل اللي هو تكعيب، يعني ثلاث مرات. يعني معناه هذا الحكي ان كل ثلاث اعداد او ثلاث اعداد اطلع مره واحده، بطلنا نطلع كل عددين مره واحده زي المربع، ستكون ثلاث اعداد مره واحده لاني عندي دليله اللي الدليل التكعيب او ثلاث، يعني كل ثاني بقول لي كل ثلاث اعداد طلع واحد. لكن التربيع ما في مكتوب عليه دليل، وكل قلنا كل اثنان نطلعه مرة واحدة، صح؟ يا سادس أخذنا الحكي هذا بما فيه الكفاية. خلينا مع بعض بدنا نحل أسئلة من كتاب. في طلاب يمس أنا بعطيهم أسئلة بسيطة جدا، بقول ثلاثة 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 مثلا ثلاث مرات، روح يضربوا إياها وروح يحللوا. طب ليش ما نحطلك إياها؟ أنا حللت لك إياها، ريحتك منها يا مس. السؤال الأول خلينا ناخذه مع بعض ونشوف ايش بدنا نعمل فيه. السؤال الأول بدنا ناخذه مع بعض ونشوف شو بدنا نعمل فيه. السؤال الأول بحكي لي شدي قيمة كل مما يأتي، أعطاني جدول وكتب لي تكعيب. انتبه، ممكن أنا في الامتحان أجيب لك جدول تربيع وتكعيب، يعني تنتبه مكتوب على جدول التكعيب بدك تطلع كل ثلاث مرة واحدة، مش مكتوب عليه أي شيء معناته تربيع، يعني كل اثنين بطلع من عدد واحد. دير بالك يا سهل، دير بالك يا سهل. يا مس انا يا مس قلت لك انا محلله الثلاثه هذول ثلاث مرات تطلع بس كل، ليش يا مس بدك تطلع الثلاثه؟ بتقولنا نطلع كل اثنين. يا مس لانه مكتوب عليه تكعيب، دليله تكعيب. هذا كمان كان دليله الشيء، ما كان مكتوب عليه الدليل، عرفت انه تربيع، عرفت انه ايش؟ تربيع، لكن هون قلت ثلاث مرات يا مس. وهي يا مس بقول لك سؤال كبيره، هاي كبيره، تعال نحللها. انا حكيت لك احنا التحليل الى العوامل الاوليه استخدمناه نضع العدد كأس أو باستخدام الأسس، استخدمناه في التربيع وكمان بنستخدمه في التكعيب، في جد التكعيب استخدمناه في جد التربيعي والآن بنستخدمه في جد التكعيبي. أنا يا مس هون بدي أعمل إيش؟ تحليل لهذا العدد، هذا كبير علي يا مس. أنا هاي طلعتها عادي عادي، هاي المحلل الخاصة للعوامل الأولية، طلعت كل ثلاثة طلعتها بواحدة. طيب والباقي هذا؟ تعالوا نحلله مع بعض على اثنين، صح؟ على اثنين، اثنين على اثنين في واحد. واحد في اثنين لا يجوز، بحط صفر. واحد على اثنين لا يجوز، في طلاب ما بحبوا الصفر. بعدين عندهم رقم غلط. بعدين صار 16 على اثنين 8. 16 على اثنين 8، واضح؟ في طلاب واخطاء طلاب، انا بحكيكم عن اخطاء طلاب سابقين انه بيطلعوا لي 18 هون مش 108. ليش؟ لانه لما اجي 2 على 1 2 1 وحتى لو قسمت قسم طويل كنت نزلت الواحد وما بيجوز، لازم تحط الصفر. شو هذا الحكي؟ نعرفه على كمان هون حنقسم على 2 على 2 10 على 2 5 و4 على 8 على 2 4. نعمل عمليه كمان نقسم على 2 فيها الاثنان وهون 14 7. طبعا الكل بيعرف التحليل اسهل، على ثلاثة شو تدع 3 9 وهون على 3 كمان 3 على 3 فيها الواحد. صار عندي امس طلع على شو صار عندي 2 كم مرة؟ 2 لسه انا حخليه لسه انا ما بدي اطلع ولا شيء ولا شيء تكعيب. هاي لهاي الاولانيه ما ندعس، خلينا على جنب. اثنين في اثنين ثلاث مرات، ثلاثه في ثلاثه كمان ثلاث مرات،
تيجي تعالي بالزمن، هاي ثلاثة مرة واحدة صح؟ هاي ثلاثة عدات زي بعض مثل بعض الشباب زي بعض، اثنين بتنزل اثنين، هاي ثلاثة ماني سوي ثلاثة، هاي ثلاثة غير اللي حللته صح؟ هاي ثلاثة بصير عندي ثلاثة اثنين ستة، ستة ثلاثة ثمانية عشر، ناتجي عندي تحليل جد قيمة ما يلي 18. أعيد مرة ثانية، هاي ثلاثة 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 تطلع ثلاثة، عارفة خليها خليها عادي خليها. عندي أنا عندي 206 16 أسف 216 ما بقدر ماني حافظة تحليلها، بس أحلها على جنب، هي حللتها على جنب، قلت لك انتبه وأنت بتحلل انتبه، حللت طلعت اثنين ثلاث مرات ثلاثة ثلاث مرات، جيت هون من الأول من الأول ثلاثة مرة واحدة طلعتها ثلاثة ثلاث مرات مرة واحدة، جيت على التحليل لقيت اثنين ثلاث مرات طلعتها مرة واحدة هيها، وجيت على التحليل هذا الثاني وهيها وضربتهم ببعض ثلاثة في اثنين ستة وستة في ثلاثة ثمانية عشر، كل النحل أجي بس على هاي كمان. أنا بعد السؤال الأول خليك معنا كمان هاي، بس شو هذا شو عرفني بس أنا أقول لك تعالي بحياتك بس عرفني بس، ولا مشكلة عندي أنا مش ما عندي مشكلة أحللها على جد بس شكلها 729 على. طيب هاي ما تقسم على اثنين، تقسم إجماعهن تطلع طبعا 18، 18 تقسم على 30 بس على طول كل أريح بقسم قسمي ما بتعرف تقسم هاي القسمة، قلت لك اقسم قسمة طويلة على جنب، سبعة اثنان بضل واحد اللي هو اللي أربعة وهون ثلاثة. طيب اجمع ثلاثة وأربعة سبعة واثنين تسعة، كمان تقبل على ثلاثة يا مس نعم، الأربعة وعشرة ثلاثة ثمانية والأول واحد، كمان تقبل يا مس على ثلاثة يا مس لأنه واحد وثمانية تسعة صح؟ هذا خذا كله بالخامس قابلية القسمة اللي هي اثنين وهون سبعة وعشرون على ثلاثة يامس، تسعة على ثلاثة يامس، ثلاثة على ثلاثة يامس واحد. أنا عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، بحط له بقول له أنا عندي أحط وياه واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة، لقيت حطها هون ستة عشان نقطه توضح عشان توضح أكثر، خليني أسكر شوية أحاول أسكر شوية عشان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هي ستة. تعالي معي يا مس مكتوب عليه تكعيب ولا تنسى، يعني كل ثلاث واحدة هاي ثلاث طلعت بواحدة، هون كل ثلاث واحدة ثلاثة ثلاثة تسعة. أنا كل أريحية عملتك أجي يا مس على آخر واحدة في هذا السؤال وأقول لك آخر واحد في هذا السؤال وأقول لك إنه تتعيب بقول برجع إحنا ثلاثة تكعيب اللي هي أربعة تكعيب. شو يعني أربعة تكعيب جنس؟ يعني أربعة كم مرة؟ ثلاث مرات. الأربعة كم مرة؟ ثلاث مرات. مكتوب الدليل تكعيب، دليل الجذر تكعيب، دليل الشدة تكعيب، كل ثلاث مرة واحدة. كل أريحية لا بدي أحلل، في طلاب يضربوا لي أربعة في أربعة بيضربوا لي، ليش بدك تضربوا؟ أنا بقول لك طلع من تحت الشدة، لا تضربوا، ما هو حللتك، ليش تروح تغلب حالك وتضرب وتحلل ثاني مرة؟ ما هو محلل، زي ما أنا محلل. ما في داعي اروح اضرب، هي مش محلل كبير حلل على جنب زي ما اتاني 16 و729
ما بدها شيء مس، بدها بس يعني فتحي شوي مخك وبتفهم كل شيء. الآن السؤال رقم 2 اللي هو صفحة نفس الصفحة 49. في عندي جدول، الجدول أنا ما بحبوش كثير بس يلا بدنا أنا أكتب لك إياه. العدد وعندي مكعب العدد، مكعب العدد. أعطاني هون 1 8 اللي هو عندي 64 216 هاي حللناها يعني سهلة نطلع من التحليل اللي عندي هون 8 هون 9 هون 1000. طيب خلينا مع بعض شوي نخلص مع بعض مكعب العدد. مكعب العدد اللي هو جذر التفعيليه الواحد اللي هي واحد اللي هي جذر التفعيليه الواحد اللي هي واحد في واحد في واحد بيعطيني واحد صح؟ طيب الثمانية لو حللتها جذر التفعيليه لمين؟ 2 2 2 صح؟ اللي هي 2 صح؟ طيب 7 جذر التفعيليه لمين؟ اللي هي 3 في 3 في 3 اللي هي 3 اللي هي 64 جذر التفعيلي للأربعة أربعة أربعة اللي هي 4 216 أنا حللتها يا مس حللتها شو طلعت لي؟ شو طلعت لي؟ 18 تحليل اسف طلعت لي 6 اللي هي لو حللتها تطلع لي 6 اخذ 2 من هون و3 من هون هيها شايفينها تحليلها هي تحليلها يا مس تحليلها هيها 2 3 مرات و3 3 مرات يعني 2 في 3 قديش يا مس 6 تبعيد طيب السبعة اللي هي عبارة عن 7 في 7 في 7 اللي هي 343 8 في 8 في 8 اللي هي 8 8 64 8 هي 4 أسف 32 8 6 48 48 51 512 9 اللي 9 9 9 و80 9 9 في 72 729 اللي هي الألف عبارة عن 10 في 10 في 10 صح؟ تكعيب اللي هي 10 وحدة كل أريحية أنا بطلع البنتية وأعمل البنتية وروحوا بالسؤال الأخير والسؤال الثالث والأخير بالأسئلة يا مس هي صفحة 49 السؤال الثالث أسفل وهي اكتشف الخطأ خلينا نشوف ألف عندي ألف عندي باء وقال لي اكتشف الخطأ تفعيل طبعا أنا درست تفعيل اكتشف الخطأ قال طالب من الطلاب قال له اجيب الناتج قال له بدي يلا اضرب 3 3 9 9 3 انا حكيت لك انا نبهتك قلت لك انا ما بدي ناتج انا بدي ايش اللي بيطلع من تحت الجدر هل هو حاطط الناتج 3 3 9 9 3 21 اسف انا قلت لك طلع لي الناتج اللي هو لازم يطلع 3 كل 3 بواحد خطأه شايف خطأه وانت ما بديك تخطأ ما بديك ما بدك تضرب الاعداد طلع من الناتج قول ثلاث اذا دليلها تفعيل ثلاثه بتقول انا بدي اطلع كل ثلاث بواحد اذا ما لها دليل كل اثنين بواحد للتربيع تعتبر تربيع واضح مس شفتوا غلطوا انه ضرب انا ما بدي تضرب انا بدي تطلع من تحت الجدر كيف تضرب هذا فعلا هو هذا العدد بجدول هذا العدد جدول ما بدي العدد بدي ايش طلع بعد يعني ايش طلع يعني لا تضرب
لا تضرب. طيب هي كمان اعطاني اكتشف الخطا، اكتشف الخطا بقول لي هو هذا هو عامل اربعه، خلينا نشوف خطا ولا صح، خلينا نشوف خطا ولا صح بنحدد. انا ما بعرف قديش هي وهذا، خلينا نحدد لا حاطك اياها بس ما بقدر اعطيك اياها الا لما اشوفها بدك تحدد. هاي 128 بدي احللها الى 2 اللي هي 2 اللي هي 6 4 احللها اللي هي 3 و2 احللها اللي هي 16 كنا بنعرفها بالحكي 8 2 4 2 2 2 1 تحليل قفل. خليني اعمل ايش احط شو اجاني تكهيب ايش يعني 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 6 7 اكد منها ناخذ نصفها كل تكعيب كل ثلاثه اعيد اطلع على الدليل كل ثلاثه اثنين كل ثلاثة اثنين. طيب وهذا ما إله لمس؟ خليه. ما له خليه. ما إله إيش ما له لمس؟ خليه داخل. طيب اثنين في اثنين لمس؟ أربعة. طيب وهذا لمس ما له إشي؟ اللي ما له إشي خليه لمس، خليه تحت الجدر. ما له إشي حرام. شفتوا خطأ؟ خطأ وما حطش الجدر. على طول حط أربعة وكأنه جدر اثنين مش موجود عنده. فهيك يا مس انا بقول ليش ما في اخطاء ممكن تعملوها عشان يا مس انها ما تغلط مره ثانيه. خليني اخذ السؤال حل تمرين مثلا بدك تحله انت صفحه 50 السؤال الاول الثاني والثالث. انا ما بدي الجدول أول كان ثاني على اللوع لأنه في أكثر الطلاب يقولوا لي بس مش واضح وين واقف وينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.